السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تطبيق عملي على اللي احنا اتعلمناه في الفيديو اللي فات. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان احنا ازاي نقدر نحدد الحواف اللي موجوده في الصوره، مثلا حواف افقيه وحواف راسيه والكلام ده كله. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تطبيق بحيث ان احنا نقدر نتعرف على العملات او العملات المعدنيه اللي موجوده في الصوره، ونقدر نستخرجها كمان من الصوره. فده هيبقى شكل البرنامج لما نخلص ان شاء الله. تمام، دي شكله بحيث ان هو هيجي على كل عملة ويقدر يستخرجها من الصورة. تمام، فخليكم معايا. تمام، فأول حاجة طبعا شبه كل مرة بنعمل امبورت سي في تو وامبورت نم باي، ودي الايمج بتاعتنا. طبعا هنحولها لجراي سكيل، ماشي. وبعد كده هنعمل لها جاوسيان بلير عشان ايه، نخلص يعني نخلي ان هو الديتكشن بتاع الايدج تبقى يعني ايه سموز اكتر، او ان هو يعرف يحدد الحواف بطريقه يعني ايه بسهوله اكتر. تمام، تبقى سهل عليه ان هو يحددها. طيب طبعا هنستخدم مين؟ هنستخدم كاني. احنا في الفيديو اللي فاتت يعني اتكلمنا عن حوالي 3 خوارزميات احنا ممكن نستخدمها، فنستخدم كاني يعني اشهرهم يعني وكده واحسنهم. تمام، وبعد كده ايه هنعرض الصوره بعد ما عملناها ايديت. طبعا انا بقول الكلام ده بسرعه عشان هو شرح قبل كده، فلو انت مش فاهم حاجه يا ريت ترجع للفيديوهات اللي قبل كده. تمام، فاحنا عايزين ميثود ان هي تقدر تحدد مين، تقدر تحدد الاطار الخارجي بتاع الشكل او بتاع العمله اللي عندنا، وبعد كده ترسم حواليها مثلا خط بيحددها او تعرفنا مثلا ان هي قدرت تتعرف على العمله والكلام ده كله. الميثود اللي هتساعدنا ان احنا نعمل كده، في ميثود اسمها فايند كونتورز. تمام، هتدي له مين؟ هتدي له الايدجد طبعا اللي هي جت من مين، من بعد ما استخدمنا الكاني. وبعد كده هنقول له هندي له 2 بارامترز متبقيين، اللي هو مين؟ التاني والتالت دولت. التاني دي انت بتحدد له انت عايز انهي نوع كونتورز انت عايز. في مثلا كونتورز اكسترنال، يعني انا عايز بس الاطار الخارجي بتاعت الشكل اللي عندي. تمام، في مثلا ريتريف او ليست، دي معناه ايه؟ معناه ان هو اي كونتور او اي مثلا حواف او دوائر او اي اشكال عندك موجوده في الصوره اعمل لها كونتور، ماشي، وهكذا يعني. فانت مثلا ايه، هنجرب الاثنين ان شاء الله اوريهم. الميثود دي بترجع 3 حاجات، بترجع لك اول حاجه الايمج بعد ما لا كونتورز فيها بتبقى بايظه فمش عايز منها حاجه. تاني حاجه بترجع لك الكونتورز اللي هي اساسا مين، اللي هي اللي احنا عايزين نستخدمها ان شاء الله عشان نقدر نحدد الصور بتاعتنا. تمام، تالت حاجه ديت اللي هو مين، الرتب الكونتورز والكلام ده كله. فاحنا مش عايزين اي حاجه من الحاجات ديت، احنا كل اللي عايزينه بس الكونتورز. فبالتالي انا مش هاخد اول واحد واخر واحد، مش هاخدهم، هاخد الكونتورز بس. طيب، فاخر بارامتر زي بيشرح ايه، بيقول لك ان هو هيجي لما يلاقي الكونتور هيعمل له كده يعني ايه شبه كومبريشن كده، او ان هو يعمل له ضغط، ماشي، بحيث ان هو ياخد بس مين، بياخد الاند بوينت بتاعت الهوريزونتال، ماشي، في الاتجاه الافقي، والهند بوينت بتاعت النقط البدايه والنهايه في الاتجاه الافقي، والبدايه والنهايه في الاتجاه الراسي، والبدايه والنهايه في الدياجونال. تمام، على حسب شكل الكونتور، يعني ممكن الكونتور مثلا يبقى شكل مربع، ممكن يكون دايره، على حسب الشكل اللي عندك بقى. تمام، طيب حاجه كمان بقى، ان انت ممكن مثلا ايه، انت ممكن تشيل سيمبل ديت وتحط مين، نان. فلو انت حطيتها نان ديت معناه انت بتقول له ما تعملوش كومبريشن خالص. تمام، وبالتالي لما بعملوش كومبريشن كل النقط اللي موجوده على الكونتورز هو هيستخدمها، ودي طبعا هيبقى غلط عشان لو انت مثلا عندك جهاز مثلا الموارد بتاعته قليله او اي حاجه والكلام ده كله، فده هيبقى غلط. فبعد كده طبعا بقى هو بيلاقي كونتورز، فاحنا عايزين نشوف هو عد كام شكل. فهنقول له بقى ايه، هنقول له ايه، هناخد اللين بتاع الكونتورز، طبعا هيرجع لك ليست بتاعت الكونتورز. تمام، ونقول له رجع لي اللين بتاعها او العدد العناصر الموجوده فيها. تمام، هو لحد دلوقتي احنا كده جبنا الكونتورز اللي هو الحواف بتاعت الشكل، عايزين بقى نبدا نعرضها على الصور او نرسمها على الصور. هنرسمها ازاي؟ في ميثود اسمها درو كونتورز، ماشي، بتاخد مين؟ اول حاجه هندي لها الايمج اللي احنا عايزين نرسم الكونتورز عليها. تمام، وبعد كده الكونتورز اللي احنا عايزين نرسمها، وبعد كده بقى مين، بعد كده الاندكس بتاع الكونتور. يعني احنا طبعا الكونتورز اللي احنا نبعتها ديت اللي هي ديت عباره عن ليست. تمام، فانت عايز انهي واحده منهم في الليست، فيبقى دي الاندكس. تمام، لو احنا ادينا له سالب واحد معناه ان هو بنقول له ارسم كل الكونتورز اللي موجوده في الليست ديت. تمام، وبعد كده اللون اللي انت عايز ترسم بيه الكونتورز، اللي عايزه يظهر باللون ايه، فانا هخليه باللون الاخضر. تمام، وبعد كده احنا عايزين مين، عايزين بقى السمك بتاع الكونتور او الخط يبقى عامل ازاي، فاحنا نقول له 2، يعني الخط اقل حاجه طبعا 1 و2 اللي هو بقى وانت طالع بقى. تمام، وبعد كده هنعرض الصوره عادي بقى. تمام، طبعا معلش احنا نسينا نحط هنا cv2.wetkey.
تمام. فدي شكل دي شكل الميثود اللي عندنا هنا. تمام. طبعا هو قال لك ان هو لا مين، لا هنا 7 اوبجكتس تمام، وديت كل الموجودين هنا هم. طبعا لو احنا جينا بصينا على الجنيه كده، لو جينا بصيت على الجنيه هتلاقي ان في هنا جزء هنا متاكل مش عارف يجيبه. فطبعا لما بيحصل الحاجات ديت يبقى انت محتاج انت تغير في حاجه من اتنين، تغير مثلا في كاني اللي هو البارامترز بتاع كاني، او تغير في الاسهل بقى اللي هو مين، في البليرنج اللي عندك او الجاوسيان بليرنج اللي انت بتستخدمه. فاحنا ممكن مثلا ايه، هي 13 ممكن نعليها مثلا شويه نخليها 15 و15. تعال نجرب كده تاني تمام. فلو انت جيت بصيت على الجنيه هتلاقيه اتحدد كله خلاص، يعني هنا شكل دي شكل الايدج، هو ده شكل الايدج اللي هو بتاع الكاني تمام. فهو لما جه يتعرف على الشكل دي رسمه اهو، دي الجنيه وهو ودي الكونتورز اللي مرسومه باللون الاخضر دي. فهو تمام كده، كده الشكل كامل معايا تمام كده ان شاء الله بسهوله جدا ان اقدر انا ممكن استخدم الكونتورز ديت، بحيث ان انا اقدر استخرج الاشكال ديت، بحيث مثلا ممكن انا اعمل ماسك ماشي بنفس الابعاد بتاعت الصوره الاصليه اللي عندي، وبعد كده استخدم الكونتورز ديت بحيث ان انا اقدر استخرج الاشكال ديت من الصوره الاصليه. فتعال نوضح اكتر بالكلام ده. طبعا في حاجه انا كنت نسيت اقولها، ان هو اللي احنا قلنا هنا ديت ار اي تي ار دي معناها ريتريف، ريتريف دي معناها استخرج او استنتج او الكلام ده كله تمام. في حاجه اسمها ريتريف ليست، فلو احنا جينا بصينا على ريتريف ليست هتلاقي ان هو حدد رسم كونتورز على كل الحواف اللي عندك. يعني هنا يعني في هنا دايره، لو انت جيت لاحظت في المره اللي فاتت كان في هنا دايره وبعد كده دايره جواها صغيره، فهو رسم على الدايره الكبيره بس، انما هنا لا رسم على الدايره الصغيره ورسم على الدايره الكبيره تمام في الربع جنيه ده. فهو دي بقى ايه، فهو دي الفكره ان هو ريتريف ريتريف ليست ديت معناه ان هو هيرسم كونتورز على اي شكل موجود عنده اللي هو كان طلعته تمام. انما لو مثلا ريتريف اكسترنال دي لا انا عايز الاطار الخارجي بس، فبياخد ابعد حاجه تمام اللي هو ده تمام بس. فدي اللي انا كنت عايز اوضحه لك بس. طيب تعالى بقى ايه نبدا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نعرض الصوره اللي عندنا تمام. فدلوقتي احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين ناخد الكوين صوره الكوين ونفصلها عن الصوره الاصليه. طيب فاول حاجه هنعمل ايه، هنعمل ماسك ماشي بنفس الابعاد بتاعه الصوره ماشي unsigned integer ايه تمام. وبعد كده بقى هنعمل مين، هنعمل الاندكس والكونتور في مين، في الليست بتاعه الكونتورز اللي احنا جبناها من مين، من استخدام الميثود ديت فايند كونتورز. طيب في حاجه اسمها مين باوندنج ريكتانجل، باوندنج ريكتانجل ده بديلها الكونتور بتاعي وبترجع لي عباره عن مستطيل ماشي، بيبقى عباره عن اقل مستطيل او اصغر مستطيل بيحب الشكل او الكونتور بتاعي تمام. فهي لما بستخدم الميثود دي بترجع لي اكس وواي، دي عباره عن التوب ليفت كورنر او اللي هو الراس اللي فوق على الشمال بتاع المستطيل تمام، وبترجع لي الويتس وبترجع لي الهايت. طيب تمام كده، فاحنا كده عبارة الشكل عندنا او الكوين اللي عندنا او العملة اللي عندنا بقت محاطة بمستطيل دلوقتي. كده اقدر اعمل كروب للكوين او العملة المعدنية من الصورة. فاعملها ازاي، هيبقى واي زائد واي زائد اتش، وهنا ومن اكس لاكس زائد واي دبليو تمام، كروب عادي خالص. طب وبعدين كده الصورة لما انا عملت لها كروب، الكوين لما عملت لها كروب كده موجودة عند بالخلفية بتاعت الصورة، يعني موجود صورة العملة بس في خلفية بتاعت الصورة الاصلية تمام. فانا مش عايز كده، انا عايز الخلفيه تبقى سوداء او مفيش خلفيه خالص تمام. يعني لو انت جيت مثلا باستخدام برنامج فوتوشوب انت ممكن تعمل الكلام ده، بس هيبقى نفس هتبقى خلفيه الصوره موجوده، يعني لما انا اعمل كات للايمج كده هيبقى نفس الخلفيه بتاعه الصوره موجوده، بس انا مش عايز كده، انا عايز الخلفيه تبقى سوداء تمام. فلو احنا مثلا عايزين نعمل كروب للكوين بتاعتنا او العمله المعدنيه بتاعتنا بس ما يكونش فيه خلفيه، فاحنا هنحتاج نعمل ماسك بس على صغير شويه. يعني ماسك بيبقى بنفس الحجم او الشكل بتاع مين، بتاع الباوندنج ريكتانجل، يعني عشان كده احنا استخدمنا الباوندنج ريكتانجل ده تمام. نعمل ماسك بنفس الابعاد دي تمام، وبعد كده نيجي بقى على الصوره ونيجي على الكوين ديت، ما احنا عملنا كروب الكوين ديت تمام، نيجي على الكوين ديت ونطبق عليها الماسك الجديد ده بقى، فهيدينا نفس الكوين القديمه، هيدينا نفس الكوين الاصليه بس الخلفيه سودا تمام. فدي الفكره. ففضل دلوقتي حاجه كمان، فاضل ان احنا نحدد الدايره اللي جوه الماسك ده. ما احنا فاهمين ان الماسك لازم يكون فيه جزء ابيض عشان اقدر ان انا اعمل كروب للايمج اللي انا هطبق عليها الماسك تمام. فالدايره بقى اجيبها منين، فيها في ميثود اسمها مين انكلوزنج سيركل تمام، هديها كونتور هترجع لي عباره عن مين، هترجع لي السنتر وهترجع لي الراديوس تمام. فطبعا هي لما بتيجي ترجع بترجع حاجتين اتنين بس ماشي، بترجع التوبل وبترجع الراديوس تمام.
فالتوبل دي المفروض يعني ايه، يبقى حاجة واحدة كده يعني، يبقى مثلا اكس كده ولا حاجة، تمام. فانا حولت التوبل ده خليتها بقى مين، فكيته بمعنى اصح، ماشي، بس هو يبقى برضك حاجة واحدة، تمام. فياريت يعني تكون فاهمني، تمام. طيب هيبقى عندي كده مين، سنتر اكس وسنتر واي. هاجي بقى مين، هاجي على الماسك بتاعنا، الماسك الاصلي، الماسك الكبير اللي هو بتاع الايمج كلها، تمام. وهرسم جواه ركت سيركل، تمام. هرسم جواه سيركل، هيبقى السيركل بقى طبعا نفس الكلام بتاع الماسك العادي خالص، ماشي، لونها ابيض وعامل لها فيل ونفس الكلام، بس الفكره، بس الحاجه الوحيده ان السنتر اكس وسنتر واي دول بترجعهم قيم فلوت، والريدياس كمان كلهم بيرجعوا فلوت، تمام. فانت لازم تحولهم من اول حاجه لمين، لانتجر، عشان ما يدلكش ايرور لما انت تيجي تنادي، لما تيجي ترسم السيركل، تمام. عشان طبعا الاحداثيات لازم تكون اعداد صحيحه، ما ينفعش ان هي تكون اعداد فلوت او كده يعني، تمام. وبعد كده هنبدا نعرض بقى مين، الماسك بتاعنا اللي هو الكبير، عشان نقدر نشوف هو بيرسم ايه بالظبط ولا بيعمل ايه بالظبط، تمام. طيب تعالى مثلا ايه، تعالى مثلا نسمي ده بطريقه احسن شويه، خليها مثلا ايه كوين، عشان نفهمها اكتر، ماسك، تمام. فكوين ماسك ديت عباره عن مين، ده عباره عن الماسك الصغير، تمام. فاحنا هنحدده ازاي، هنيجي على الماسك الكبير، ماشي، هنيجي على الماسك الكبير ونقوم جاي محددين منه، هنقطعه او هنعمل منه كروب لمين، للباوندنج ريكتانجل. ما هو نفس الكلام بالظبط يعني، انت كانك عندك صورتين اتنين اهم، تمام. فانت هتيجي على الصوره الاصليه وتعمل وتقطعها، وتقطع منها الصوره، بتقطع منها الكوين، بس الكوين هيبقى ظاهر فيها الخلفيه، وهتيجي على الماسك الكبير، ماشي، اللي هو بنفس ابعاد الصوره، وهتقطع منه نفس الريكتانجل بالظبط، ماشي، بس هيبقى فيه عباره عن مين، هيبقى فيه عباره عن دايره بيضة بس كده وخلاص. الماسك اللي بعد ما عملت له كروب، والصوره بعد ما عملت لها كروب، وتعمل لهم الاثنين تطبيق على بعض، فهيدي لك مين، هيدي لك صوره الكوين بعد ما تشيل منها الخلفيه خالص، تمام. بس فيبقى عندك، يبقى هنا عندك الكوين، تمام. هنعمل لها مين، كوين ماسك بقى، هتقوم انت جاي نفس الكلام بتاع الباوندنج ريكتانجل، وتاخد تعمل لها كروب من الماسك الكبير، تمام. وبعد كده بقى نبدا نعمل مين، بيت وايز اند، هتدي لها كوين، ماشي، اللي هي ديت نفس اللي هي الصوره بقى الصغيره اللي احنا عملنا لها كروب، والكوين الثانيه، وندي لها الماسك، الماسك مين بقى، الماسك اللي هو الصغير اللي هو بتاع الكوين الخاصه ذات نفسه، تمام. بعد كده بقى هيبدا مين، هيبدا كده بقى هيدي لك الصوره بعد ما عملت لها كروب. بعد كده هعمل هوريزونتال ستاك، عشان بحيث مين، بحيث ان انا اعرض الصوره بعد ما عملت لها كروب من الايمج الاوريجينال، تمام، وعرض الصوره بعد ما عملت لها كروب من الايمج اوريجينال، بس عملت لها ماسكينج كمان، يعني عملت لها كروب وبعد كده طبقت ماسكينج، تمام. فيبقى دي الكوين الاصليه بعد ما عملت لها كروب، ودي الكوين بعد ما عملت لها ماسكينج، تمام. وبعد كده بقى يبدا يعد بقى، يعني على كل واحده يبدا يعد، هو عد يعني كم واحد بقى ايه، كم كوين عده. طبعا انا حطيت هنا زائد واحد، عشان طبعا العد هنا بيبدا من الصفر، تمام. فتعالى بقى نشوف البرنامج شغال ازاي. طبعا ده شكل البرنامج، هو طبعا اول حاجه عملها ايه، ده شكل الماسك اللي هو اللي عندنا، طبعا دي الايدج، دي شكل الماسك. فهو اول حاجه جه على الايمج، جه على هنا، ثانيه واحده عشان افهمك اكتر، جه حسب مين، جه حسب الانكلوزنج سيركل، تمام. اديت له سي اكس وسي واي والريديوس، فراح جاي رسمها هنا. احنا رسمناها في مين، احنا لما جينا رسمناها، رسمناها هنا في الماسكينج ده، تمام، رسمناها في الماسك الكبير، فرسمها هنا، تمام. وبعد كده بقى، بعد كده احنا عملنا كروب للايمج للبتاع ديت، للسيركل ديت، فرحنا جايين عاملين لها كروب كده من الماسك ده، تمام. وبقى عندنا الماسك اللي موجود هنا اهو، وبعد كده طبقناه على الصوره اللي هي موجوده على الشمال، تمام، فادت لنا الصوره اللي موجوده على اليمين، تمام. فتخيل ان يبقى الماسك الاصلي بتاعتنا عباره عن الصوره اللي على الشمال دي، الصوره اللي على اليمين ديت، بس مكان العمله ديت عباره عن دايره بيضاء، تمام. فدي الفكره كلها بس كده، تمام. بس فهو يجي بقى على كل صوره ويعمل لها كروب بقى لوحدها، بس هيقول لك بقى ان الاس 7 اوبجكت، وكل اوبجكت لوحده اهوت هيعرضه لك بصوره مختلفه او بصوره لوحدها، حتى وانت ممكن كمان تقدر تسيف العمله لوحدها او تعمل اي حاجه. طبعا الكلام ده لو انت جيت مثلا باستخدام الفوتوشوب هيبقى وجع قلبه، هيبقى يعني هياخد وقت كتير جدا على ما تعمله، تمام، مقارنه بالبرنامج ده في ثانيه. وكمان انت ممكن تطبقه على اكتر من صوره، تمام، يعني لما تجيب مثلا 50 صوره وتطبق على نفس الكلام في ثانيه، مش هياخد دقيقه وهيكون خلصت كل حاجه. انما على عكس الفوتوشوب انت هتحتاج كل حاجه تعملها بنفسك والكلام ده كله، تمام. فالموضوع طبعا يعني ايه، يعني محتاج شويه تدريب، والموضوع يعني صراحه جميل جدا،
انت ممكن تعمل بالموضوع ده حاجات كتير جدا، تمام. ففي حاجه كمان كنت نسيت اقولها، ان هو الفايند كونتورز ديت يعني لما بتيجي تدي لها الايمج بتدمر الايمج حرفيا، يعني هي بتطبق ما بتعملش كوبي من الايمج اللي عندك، لا هي بتعمل التغييرات على الايمج الاصليه. وبالتالي لو انت مثلا هتستخدم الايدجت ديت، يعني احنا استخدمنا مين الايمج بتاعت ايدجت، فلو انت هتستخدمها في حسابات تانية او في اي حاجه تانية اعمل لها كوبي، يعني قول ايدجت دوت كوبي، تمام. بس انما لو انت مش هتستخدمها في اي حاجه تانية خلاص انت مش مضطر انت تعمل كوبي، فعشان كده انا مش مستخدمها في اي حاجه تانية، تمام. انا بعرضها اساسا يعني بعد ما عرضتها انا خلاص استخدامها كده خلص الا في هنا بس، فعشان كده ما عملت لهاش كوبي، تمام. بس فهو ده البرنامج وهو ده الفيديو، يعني ايه هو يعني تطبيق كويس جدا، ويعني يا ريت انت تقعد تقرا الكود وتغير الكود مع نفسك وتشوف ده اللي ممكن يحصل معاه هنا وايه اللي ممكن يحصل معاه هنا وهكذا يعني. ويعني كل ما انت تكتب الكود بنفسك كل ما تفهم اكتر ان شاء الله. بس فهو دي نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.